في حرب أو ما في حرب واسعة مع لبنان، بيعكس كل الأجواء الحربية ركزت زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت لأمريكا على أولوية الحل الدبلوماسي. بلش جالنت زيارته بلقاء المبعوث الأمريكي للبنان آموس هوكستين المكلف بإيجاد حل دبلوماسي للحدود. ناقشوا الإجراءات المطلوبة لخلق إطار بيسمح للإسرائيليين بالرجعة بشكل آمن على مستوطنات الشمال. وباجتماعه مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين سمع جالنت تحذيرات من هجوم واسع على لبنان، واعترف أنه إسرائيل كمان بتفضل الحل الدبلوماسي مع حزب الله. And I will say that that Minister Gallant confirmed to the Secretary yesterday that that is Israel's preferred outcome, that they would prefer a diplomatic resolution to the situation in the north of Israel. وباجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي رويد أوستن تحدث جالنت عن العمل مع الأمريكان للتوصل لحل دبلوماسي. Diplomacy is by far the best way to prevent more escalation. We are working closely together to achieve an agreement, but we must also discuss readiness for every possible scenario. بآخر جولته بأمريكا اجتمع جالنت مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يلي تحدث عن الجهود الأمريكية لتحقيق حل دبلوماسي وإعادة الإسرائيليين على المستوطنات واللبنانيين على بيوتهم بالجنوب. كل هيدا ما بيضمن انه اسرائيل ما توسع الحرب، وجالنت نفسه اكد الاستعداد للسيناريو العسكري مع لبنان وطالب امريكا بشحنة القنابل الثقيلة. بس زيارة جالنت وتصريحاته بتعني انه سيناريو الحل الدبلوماسي بعده هو المتقدم.